السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الأحد 6/2/2022 أو 6 فبراير 2022. اليوم متابعين الكرام مع ختام الجولة 19، أبها خسر من الاتحاد 0-4، أحرز هدف الاتحاد في الدقيقة 61 رومارينيو من ضربة جزاء، في الدقيقة 79 عبد الرزاق حمد الله، في الدقيقة 80 عبد العزيز البيشي، وفي الدقيقة 94 عبد الرزاق حمد الله أيضا من ضربة جزاء. متابعين الكرام، الفتح خسر من الباطن 2-3، احرز دفاع الفتح فراس البريكان في الدقيقة 22 ومراد بتنا في الدقيقة 34. اهداف الباطن الجبلي او في الدقيقة 4 وفي الدقيقة 6 فابرو ابرو وفي الدقيقة او فابي ابرو لا في الدقيقة 91 الاولى، نقطة ضربة في الشوط الاول اللاعب ريح يسجل الهدف الثالث وهدف الاول عن طريق اللاعب يوسف الجبلي. متابعين الكرام، النصر فاز على الطائي 4-1، احرز هدف النصر تاليسكا في الدقيقة 6، غونزالو مارتينيز من ضربة جزاء في الدقيقة 19، تاليسكا في الدقيقة 26، جوناثان رودريجيز في الدقيقة 79. هدف الطائي جه في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب حسن الجبيري. متابعين الكرام، الجولة 19 بدأت أمس السبت 5/2/2022، الحزم خسر من الشباب 1-2، الرائد تعادل أمام الاتفاق 1-1، الفيصلي فاز على ضمك 3-0، الأهلي تعادل أمام التعاون 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري السعودي في المركز الاول الاتحاد ب 44 نقطه، النصر المركز الثاني ب 38 نقطه ولكن الاتحاد له مباراه مؤجله، الشباب المركز الثالث ب 37 نقطه، الهلال المركز الرابع ب 31 نقطه وكده مؤجل له مباراتين، ضمك المركز الخامس ب 30 نقطه، الفيحاء المركز السادس ب 25 نقطه ومؤجل له مباراه، الرائد المركز السابع ب 25 نقطه، ابها المركز الثامن 25 نقطة، الأهلي المركز التاسع 21 نقطة، الاتفاق المركز العاشر 20 نقطة، الفيصلي المركز الحادي عشر 19 نقطة، الباطن المركز الثاني عشر ب 19 نقطة، الطائي المركز الثالث عشر ب 19 نقطة، الفتح المركز الرابع عشر ب 18 نقطة، التعاون المركز الخامس عشر ب 18 نقطة، الحزم المركز السادس عشر والأخير 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين اللاعب تاليسكا لاعب النصر المركز الأول ب 14 هدف، في المركز الثاني ليندر توامبا لاعب التعاون ب 12 هدف، واوديون ايغالو لاعب الشباب، ورومارينو لاعب الاتحاد، وهو المركز الثالث كريم البركاو لاعب الرائد ب 10 اهداف، المركز الرابع بفتيمبي جوميز لاعب الهلال ب 9 اهداف، والمركز الخامس ايميليو زيلايا لاعب ضمك لاعب ضمك ب 8 اهداف. بالنسبه لترتيب صناعه الاهداف، متصدر صناع الاهداف اللاعب تختستايز لاعب الفيحاء المركز الاول صنع 9 اهداف، المركز الثاني ايجور كورنودو لاعب الاتحاد صنع 8 اهداف، المركز الثالث ماتيوس بريرا لاعب الهلال صنع 7 اهداف، والمركز الرابع عبد الله العمار لاعب ضمك صنع 6 اهداف، واحمد الزين لاعب الرائد، وفواز لاعب الشباب. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.